وتستمر بنا الحياة بكل ما فيها، وكأنها درس يردد كيف نحياها ونحييها. وتستمر بنا الحياة بكل ما فيها، وكأنها درس يردد كيف نحياها ونحييها. الناس للناس ولا منا من استغنى، كل مهم دولة فرد مستثنى. لا شيء صعب إن تكاتفنا وغررنا، يا سعدنا بحصادنا إن نحن أحسننا. إن نحن أحسننا، نحن أحسننا. أليست هكذا الدنيا تسير ولا تقف، ومهما طالت اللحظات حتما تنصرف. ومن منا بلا حلم يسير بلا هدف، فماذا إن تعثرنا سوى أننا نقف. وتستمر من الحياة بكل ما فيها، وكأنها درس يردد كيف نحياها ونحييها. كنا قبل نساعد العالم، بس أسع ما ظل عندنا، ظروفنا اختلفت. الصادقين عندنا وايدين هبل والله. المقتدر دايما ربنا بيكرمه وبيديك المعروف. الله بيساعدك، الله بيزيدك، ربنا ما بينساش حد ابدا. طول ما انت ماشي تبع ربنا، ربنا مش هيسيبك. وقد ربك الا تعبده الا اياه وبالوالدين احسانا. فين بقى كبير السن؟ ايش بده كبير السن؟ بس بده رعايه خاصه لي. فللاسف يعني هدول ما في حدا بيحكي بلسان. بسم الله نبدأ سعادة جديدة. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. هلا الشيخ. نعم. الشاب نورمال. أنا الشاب، أنا الشاب. الله يبارك فيك، الله يسلمك. الله يعطيك العافية. وقفوني حاج عشان المي. بدناش نوفخ السجادة. وكله مطر مطر. كيف حالك حاج؟ الله يرضى عليك. الله يرضى عليك إن شاء الله. شو اسمك يا حاج؟ أبو مصطفى. أبو مصطفى. قاسم الدريدي. والنعم. انت شو تشتغل حد؟ والله كنت اشتغل، كان عندي باص. ترزق عليه يعني موظفين كذا صرف. الله يعوض، انحرق الباص من شهر ونص وقاعد الحمد لله. الحمد لله على كل حال. الحمد لله. طيب يا حج سريع، حج سريع، حج سريع. انت برداني حج؟ نفسي والله. يمكن السوالف هلا دفينا شوي. فكر. طيب خليني اتعرف عليك يا حج. شو بدك امرني؟ احنا فاتحين هذا الكشك الجديد اللي هو كشك تبرعات او مكان لجمع التبرعات. نعم.
فهذه الله يبارك فيك اللي هي الكوبونات اذا بتشوفها على يدك اليمين. نعم. الهدف منه ان الناس اللي تيجي تتبرع جمعنا الكوبونات وحطينا الفلوس وودينا الفلوس لمستحقيها. نعم. هي هذه فكرة المشروع. نعم. فالشباب كلمونا ان انت ما تشتغل ويعني ظروفك شوي صعبة. نعم. فقلنا يعني انت ممكن تكون معانا في الفكرة هذه، منها ان نكسب اجر، منها نساعد الناس، ومنها تكون معانا ان شاء الله. اشتغلت قبل في مجال عمل خيري شيء؟ انا تبنيت طفل عمره دقيقه، اعطيته اسمي وهويه وجواز سفر وجوزته وعنده ولد. ما شاء الله. انت عمل خير ولا مش خير؟ 100% خير. عمل الخير، ما في انسان بحب شيء من الخير. صحيح. ولكن في شغله بدي الفت نظرك، انا ساكن بالهاشمي، كيف بدي اجيك؟ بسيطه، هذه احنا نحلها. طيب انت شو ظروفك يا حج؟ يعني انت ليش بدك شغل، ليش بدك تشتغل؟ والله يا صديقي انا كنت ابحث عن سياره اقساط تكفل باقساطها 100 دينار بالقسط الشهري. ولكن نزلت مشروع على الفيسبوك شرحت حالتي ووضعي وما لقيت اللي كلها بدها دفعات، يعني اقل دفعه واحده اللي ممكن امن لك سياره حدود 300 دينار دفعه. اخي القادر على العمل ابحث له عن عمل. صحيح. اما نساعده ساعدته مره اثنين ثلاثه وبعدين حل، خليه ينتج، ممكن من انتاجه هو يصير يساعد غيره. فهمت الفكره؟ طيب اشرح لك شوي عن الشغل. طيب يا حج استريح. حج احنا كل اللي عندنا هالكوبونات. هالكوبونات مصنفه كفاله طالب علم، بناء مسجد، كفاله ايتام، طرود غذائيه، زكاه، و الكوبونات اللي موجوده. كل كوبون له قيمته. خليك تجلس هون الشيخ، تعال قرب. ايوه عشان تشوفهم على راحتك، اجلس استريح. ايوه تفضل. فكرتها بسيطه وواضحه يا صديقي. طيب اعيد لك اياها ولا واضحه؟ لا واضحه يا حج. هذه عندك الاوراق. خليني احط الكرسي وافهم. ابو مين الشيخ؟ ابو مصطفى. انت هلا بالضبط شو تشتغل؟ ولا شيء نهائي. والله شوف لك اقول لك يا اخي الكريم، وانا ظروفي من شهر ونص بس. من شهر ونص؟ مش من زمان. اه شو بدي احكي لك شغله؟ الدين صعب. فرق ما بين انت تتبرع وفرق ما بين انت تجعلها دين في ذمتك. انا اتجنب الدين. حلو. يعني اكل زيت الزعتر ولا مستعد الدين اجيب دجاجه. صبري على نفسي ولا صبر الناس علي يا شيخي. صلى على رسول الله. عليه الصلاه والسلام. قلت لك لو نفهم ديننا صح ما بنتعب في حياتنا. لو تسأل نفسك ليش ربنا خلقنا، حتقول لي والله ما خلقت الإنس والجن إلا يعبدون. نعم. طب إيش وجهة نظرك من العبادة اللي ربنا خلقك لها؟ هل هي الصلوات الخمسة؟ كان وفرها على الملائكة. ربنا قال لك عمر لي هالكون. صحيح. لو نعرف بالضبط الله شو بده منا ما بنتعب بالحياة. طيب أبو مصطفى. متفقين نشتغل مع بعض ولا صعب؟ والله لا مانع، ما عندي مانع إذا تأمنت الروحة والجاية ليش لا؟ 100%. وهو هذا عمل خير. أنت لما قلت لي أن ما مديت إيدك ذكرتني بصديق اسمه أبو يعقوب قابلته في اليمن. نعم. قال لي تقال الإنسان أحيانا ظروف صعبة جدا، أهم شيء منه تمر على الإنسان ظروف صعبة جدا. المهم انه ما يمد ايده. نعم. عشان هيك الواحد يشتغل ويتعب عشان ما يمد ايده، وهذا صحيح. يا ابو مصطفى خلينا نخلص الجلسه الحلوه اللي معك البارده. اللي يمني. لا انا مش يمني، انا من الامارات يا شيخ. وهذا مش لبسي، هذا لبسكم. المفروض انا تنكرت في لبس هو لبسكم. غير؟ اي والله يا شيخ انا غير. يا ابو مصطفى. لا اله الا الله. يا ابو مصطفى اقسم بعز جلاله الله، اقسم بعز جلاله الله، اقسم بعز جلاله الله، من اسبوع تمنيت اشوفك. يا رب اجعله في طريقي. الله يبارك. طيب سألتك بالله غيث، بالله عليك غيث. والله غير.
عمل الخير ما في إنسان بحبش. ما في إنسان بحبش. الله يجزيكم خير عن ثاني طاح. الله يبارك فيك. الله يبارك فيك. الله يبارك. استريح يا شيخ. استريح. طيب. خلينا نودي هذا اللبس ونرجع لك. وفيك يا شيخ. طيب يا شيخ. تعال يا بيك. هاي يا شيخ. اجلس. يلا نجلس. طيب. هذي شو؟ أورادك؟ أنا كلها أعرفها يا شيخ. كلها أعرفها. الله يكتب لك الخير. أقدر أعزمك على الغداء. تقدر تعزمني على الغداء يا شيخ. في بيتي. في بيتك إن شاء الله. يا رب. بس بنجيب دليفري. ما عندي عدد. طيب. يا شيخ تسمح لي أشيل هذه؟ بما أن المطر راح. أيوه. ايوه شيلها. ايش يا غي؟ خلص المطر. انت في عمان. ايوه. احنا ليش رابط؟ ليش رابط الصورة؟ اي صورة؟ يعني اللي يسوي الخير المفروض بينه وبين الله. بارك الله فيك. صحيح. عمو غيث. ابنك غيث. الله يبارك فيك. ليش لما عرفت ان انا غيث بكيت؟ اقسم بعز الجلالة الله. اقسم بعز الجلالة الله من اسبوع تمهلتك. اجعلوا في طريقي. اني قبل اسبوع دعيت الله سبحانه. فالان عندي احساس ان الله واقف معي. دائما واقف معك. انا اللي اعرفه ان كل اللي يصير في الدنيا هي اقدار وما اجتمعنا الا لسبب. سبحان الله. وسبب هذا يعني هو لولا الخير ما استمرت الحياه، واحنا عايشين بفضل رب العالمين بخيره. فقط احنا محتاجين ان نخلص في النوايا فقط، والباقي كله ميسر من رب العالمين. فاحنا نوايانا معك ان احنا نفرحك لا اكثر ولا اقل. وانت كانت امنيتك انك تشتغل وانت تكمل وما تمد ايدك لحد، صحيح؟ مع ان في عمرك المفروض الان يقول لك انا خلاص احط ريل على ريل واولادي يشيلوني ولا اللي حوالي. الله اكبر. طيب عشان ما نطول عليك لان الجو صار جدا بارد. تقرا يا شيخ؟ نعم. تقرا؟ اتكلم انجليزي. ما شاء الله ما شاء الله. المطر يا شيخ. أردو مالو؟ أردو أيوة. أوكي هلا. تتكلم أردو ما شاء الله. أشادين أي بيسان أي؟ لا الحين إن شاء الله في بيسان. في بيسان. بسم الله الرحمن. افتح يا شيخ وقرأ الورقة اللي جوا. لك الحمد. الله يسلمك. الله يبارك لك الحمد. طيب يا ابو مصطفى انا خلصت اللي جيت اسويه معك، وهذه امنيتك الحمد لله رب العالمين حققها. واحنا امنيتنا انه ما يكون في فقير في هالدنيا ولا في انسان محتاج، والحمد لله قد تكون انت واحد من الناس اللي ان شاء الله نقدر نغير حالهم من حال الى حال، وهذا هدف. اللي في السيارة هون
اللي بردانين الحين يمكن اكثر مني ومنك هم جزء من الفريق وهم يسلمون عليك. السياره اللي قدام اعطيكم رقم تليفون. موجود 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 والله كل شيء موجود. طب انت عزمتك على الغداء قلت لي ساق. طيب ان شاء الله نتفضل على البيت. مش هلا مش هلا يا شيخ، احنا هلا تغدينا بالفرحه هذه اللي شفناها على وجهك الجميل اللي ما في تجاعيد. الله يبارك. هذا من فضل ربي. الله انك محترم على فكره كثير بتابعك. الله يبارك فيك. في كل حلقه ادعي لك. الله يبارك فيك. انت وفريق العمل. شيخ انا يعني خليني اخذ رايك في شيء. تفضل. احنا كيف ممكن نقلل الفقر اللي موجود في العالم؟ شو اللي نقدر نسويه عشان نقلل؟ أخي الكريم، الفقر في العالم هو أول شيء بالابتعاد عن الدين سبحانه وتعالى، وأصبحنا نصلي ولا نعرف الله شو بده من الله. كثير يخرج من الجامع وما يعرف مين جاره. هذا كله ابتعاد عن 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 حقيقة المطلوب من الله للعبد. الفقر ما بينتهي لأنه الخير والشر ما بينتهي. صحيح. الصراع ما بينك وبين الشيطان ليوم الدين. صحيح. إن كنت مؤمن ربنا نجاك من وسواس الشيطان. وكل شيء أرزاق ونصيب. نعم. وخالص النية بتحقق الأماني. أنا قلت لك قبل أسبوع في صلاة الفجر قلت له ربي أعلم منك الرزاق. أنا بتكلم مع ربي على فكرة كأني بتكلم مع غيري. وهذا صحيح. وهذا صحيح. نعم نعم. وربي بعرف إنك أنت الرزاق، بعرف إنك الحنان والمنان والعاطي، وبعرف إنك أنت أحن علي من أمي. يا رب اجعل الغيث في طريقي. والله كانت هذه الدعوة. قسما بالله هذا القرآن أقسم لك منه، اجعل الغيث في طريقي. قسما بالله اجعله في طريقي. يا شيخ إذا أنت تحب غيث فهذه هدية من فريق عمل البرنامج كله اللي موجود في السيارة. أنت إذا دعيت أن غيث يجيك، وهذه واحدة من الأشياء اللي أنا رب العالمين راح يحاسبني عليها، إذا كنت الآن الناس تدعي أن يشوفون غيث، فشوف هو يعني الحمل اللي علينا. المقصود في غيث في طريقي لصناعة البهجة والسرور على الفقير. غيث صنعها، أي نعم مش ملكه أو مش ماله أو مؤمن أو ربما مؤمن على المال، ولكن جعل البسمة باسم غيث. يا رب. وبالإضافة الكل كان يتمنى يراك، والسعيد اللي رأك لأنه دائما تعطينا ظهرك. وفي أجمل اللقطات اللي عجبتني ورفعت معنوياتي أم الأيتام اللي أنت رايح تقول لها بدي أنا ألم تبرعات. لطيفة هي عندنا بالأرض. لطيفة. نعم. قالت لك ما أبلغ اللي عندي أقسمه به. سبحان الله. وعطتني الدينار. نعم لطيفة سبحان الله. شوف ربي العالمين كيف فتح لها. صارت الترند. الإنسان لو يقنع نفسه إنه اعمل خير بتلاقي خير. أنا أقول لك أنا كنت عايش في الكويت وما أنت على الجواز مدير عام شركة. ما شاء الله. والله يا الحمد لله. شيخ أنا بسألك سؤال. أنا سمعت إن أنت تتمنى الآن لو تعيش في دار لرعاية المسنين. حسكي. صحيح. طلبت هذا الأمر. شو طلبت؟ يدخلوا لي دار العجزة. ليش؟ ما بدي. ما أنت على الجوال مدير عام شركة. ما بدي. شوف هذا يا شيخ. عشان يدك ما تنمد لأي شخص. الله كذب. شيخ عشان اتفق الأول السيارة وهذا تشتري فيه راحتك. هذا دفعة السيارة. دفعة السيارة الأولى. شو؟ وهذا دفعة شو؟ هاي راحتي. خلينا نسمع. يلا الله يبارك فيك. الناس للناس يا شيخ. والدنيا دائما للخير. الله يبارك فيك. بدك تسلم على الجماعة؟ روح افتح لهم. روح افتح لهم الباب. صورتوني ها؟ حيا الله بأهل الإمارات.
ليش ما بدك تتخيل من شعور الأب إنه انصدم بعد هالعمر بعد التربية وبعد اللي قدمه لأولاده؟ اذكروا لي خطأ واحد أخطأه والدكم معكم بس. الخير موجود في قلوبنا وحاسسنا. الخير إحساس، فكر، روح، نفس. لما تحرك قلبك أنت وفريق العمل لهالحالة، إحساس حسيت فيه، إحساس فرحان إنك أنت جاي تلتقي بحالة تصورها أو تعمل معاها لقاء، ويمكن تحس برضا لنفسك إنك أنت عملت شيء يرضي لله سبحانه وتعالى. لو بدي إيش أعبر عن الفرحة، وصف مش طبيعي، لأنه غيث أصبح علامة ماركتينج معروفة. اسم غيث أصبح في الغيث، لما بتقول يا رب أغثنا بالمطر وبنزل المطر، فهو هذا غيث. شيخ أنت شو تشتغل؟ ما بشتغل شيء. ما بتشتغل شيء؟ كنت بشتغل والله بورعتين ما بيشغلوني، كنت ماكل بطيئة قلبي معي ديسك بالرقبة، وشهر هذا وشهر عشان طبقني جلطة في النتيجة. الله يعينك، احنا قاعد نبحث عن موظف. الفكرة الأساسية إن نحن نجمع تبرعات. يعني وضعي في الحارة اللي أنا فيها مرثة له، يعني أكثر من إنه صرت أترجع نص ليرة أجيب خبز للولد. كم عمرك قلت لي؟ 75. متى تزوجت؟ كم عمرك؟ كان 60 سنة. طيب وين كنت قبل يا حاج؟ اللي بالقلب خليه بالقلب. يعني أنت ظروف الحياة خليتك تتزوج متأخر. شو اللي تتمناه يا حاج؟ بدي أستر حالي في البيت أنا ومرتي. أتمنى إنه ما أحتاج لحد. تعرف الشاب اللي بيجي من الإمارات حامل شنطة متخبية؟ والله لو عندي فيس لظل متابع، كان كل صديق عنده على صفحة الفيس. ما أعتقد تحتاج فيس ونت. بالله عليك. هذه هديتك يا حاج. يا الله، شايف كيف ربنا يعني شو جابي من بعلمك عشان عشان تعرف على الوجه الطيب. الله يكتب لك الخير. عجز الإنسان عن البقاء على الأرض أكثر من عمره ومات. بذل كل المحاولات ووضع كل الاحتمالات ومات. هي حكمة الخالق الذي وضع لكل شيء أجل ولكل رحلة ختام. جعلك الكريم من المخلوقات خليفة، خلقك فسواك فعدلك وفضلك. قد تكون في عداد المنسيين بعد حين، أو من المذكورين على مر السنين. فلا تعش ميتا كرياح عابرة دون أثر. عش غيثا أينما وقعت، كنت بنفع وأثر.